بداياته. اليوم إن شاء الله نحل معكم التمرين الأول في الكيمياء العضوية. منها تتفكروا على بالي كاين منكم اللي خدموا التمرين هذا وكاين اللي صرا له كاش إشكال، والله ما عليش ماشي مشكل. هذا التمرين كان في الموضوع التجريبي اللي درناه مؤخرا، يتقسم إلى 3 أجزاء باش نحضره بوليمر. هذا البوليمر يصنع به لواحق السيارات كما الأضواء الخلفية الأمامية إلى آخره. البوليمر هذا اللي هو بي، باش نحضره لازم نجيب المونيمر إكس والمونيمر إيغريك، كذلك يغلفوا به الأغذية. هذه نسيت باش نتكلم عليها. باش نحضروا هذا المونيمرين اللي هو الإكس والإيغريك نمر مراحل. من بين هذا المراحل أول شيء باش نحضروا أو أعطالكم باش نجيبوا المركب إكس، بعد ذلك نحضروا المركب إيغريك في المرحلة الثانية. لاحظوا معي أنه في المرحلة الثانية هذا نحضروا إيغريك، هاوليك إيغريك، ثم المرحلة الثالثة باش نديروا التفاعل بين إكس و إيغريك. نشوفوا هاوليك المرحلة الثالثة باش نحضروا إيغريك ونحسبوا تفاعل بالمرة إلى آخره. نشوفوا اللي جاوا الوطار، معلش خلاص الآن ننطلق مباشرة، أو معلش نعودوا دايما أو مباشرة ونبدأ نحلو بالعقل. في البداية أعطالكم بوليمر بي من نوع من أنواع النيلون، يستخدم قلنا في صناعة لواحق السيارات وتغليف الأغذية. باش نحضروا إكس وإيغريك نمروا بالمرحلة الأولى، قال لك أكسدة نياجي الحمض الدهني. هذا الحمض الدهني اللي هو رمزه سي آن 4 دلتا 6 9 12 15. هنا لازم تشوفوا هذه النقطة، هنا أعطالكم عدد الروابط المضاعفة، أعطالكم المواقع، لكن ما أعطالكمش وش ما أعطالكمش عدد ذرات الكربون. جيد، إذن بما أنه عنده 4 روابط مضاعفة وقال لك نقوم بأكسدته، كي نأكسدوه شوفوا وش يعطيكم. يعطيكم 3 مول من هذا، وهذا معروف اللي هو ثنائي الوظيفة الحمضية. يعطي لك اللي هو ثنائي الوظيفة، وهنا حط لكم إكس سايليك، ويعطي لكم أحادي الوظيفة اللي هو هاوليك. إذن قبلوا زميلتكم ونرجع. إذن باش نجيبوا هذا إكس وهذا إيغريك اللي هذا هو رمز له بأ وهذا رمز له بإكس، وهذا هو أعطاه لكم معلوم لأنه هنا كتب لكم 2، أعطاه لكم معطيات اللي هو أعطاه لكم ماذا؟ قرينة، وش أعطاه لكم؟ قرينة التصبن الآجي. كاين بزاف اللي ما انتبهوش لهذه النقطة، معناها كي تقراوا المعطيات قال لك يعطى إيلي إس تاع الآجي هذا يساوي 202. إذا هذه وش تمثل؟ 280، معناها قرينة التصبن اللي هي نفسها قرينة الحموضة. من هذه نقدر نحسب الكتلة حموضة ما نقدروش؟ نقدروا معناها كي نحسبوا حنا دوك الان نحسبوا الكتلة المولية، نحسبوا الكتلة المولية، وعندكم انه اكس يساوي ماذا؟ اكس يساوي 4. كي نوجدوا انه الصيغة المجملة تاعو نقدروا نكتبوا له الصيغة النصف مفصل. علاش؟ لانه عندكم شحال؟ عندكم الروابط المضاعفة باش نلقاو شحال عنده ذرة كربون. اذا اول شيء حساب الكتلة المولية لهذا الآجي. نعرفوا باللي الآجي نستعملوا قانون قرينة التصبن اللي هو نفسه قرينة الحموضة، يحتاجكم إلى ماذا؟ إلى كاواش. قلنا 1 مول من هذا الآجي شحال يطلب لك؟ يطلب لك 1 مول من 1 مول من كاواش. جيد، الكتلة المولية اللي نبحثوا عليها تاع الآجي وش تقابل لك؟ تقابل لك 56 في 10، ما طلناش 9 في 10 قوة 3، قوة 3 منين؟ من الكاواش الموجودة في 1 غرام. وش تقابل في 1 غرام؟ تقابل لك إيلي إس. إيلي إس هيعطيها لكم اللي هي 202.89. إذا وش كون المجهول تاعنا هنا؟ المجهول تاعنا هو الكتلة المولية. إذا الكتلة المولية تاع هذا الحمض الدهني وش يساوي لنا؟ يساوي لنا الى إيلي إس عفوا اللي هو 56 في 10 قوة 3 ونقسموها على إيلي إس اللي هي 202.89.
فاصل 89 شحال تلقوا؟ قلت للمريد 276 جرام بارمول. هذه الكتلة المولية تاع الحمض الدهني. الحمض الدهني شوفوا شرح الرمز تاعه كذلك، لازم تشوفوا كل كبيرة وصغيرة. إذا ربعة دلتا قالكم في ستة وفي تسعة وفي 12 وفي 15. إذا هذا بما أنه غير مشبع وعنده أربع روابط مضاعفة، نقدر نكتبه من الشكل CN. ناقص 8. جيد، خلوني باش نشوف يفهموا، باش يفهموا زملائكم كيفاه جبنا ناقص 8. هي كانت عندكم ناقص 2 اكس او 2، بما انه اكس يساوي 4 اذا 4 في 2 تولي 8، اذا تولي سي ان اش 2 ان ناقص 8 او 2. دونك الان الكتله الموليه عندكم نقدروا نجيبوا بكل سهوله عدد ذرات الكربون ولا ما نقدروش؟ نقدروا. خلاص، بما انه عنده الصيغه المجمله اللي هو هذه وعنده الكتله الموليه، خلاص بقى لنا المجهول هو ان. اذا نديروا الكتله الموليه نتاع سي ان اش 2 ان ناقص 8 عفوا او 2 نسيتها او 2 يساوي لكم الى ماذا؟ الى 276 جرام 76 بارمون. اذا المجهول هو الان، اذا تولي عندكم هنا الان 13 ان ناقص 100 زائد 32 يساوي لكم الى 276. كي تحسبوا هذا مع بعضهم وتنقلوه للطرف الثاني 24 ان شحال تصيبوها؟ 18. اي والله، اذا ان يساوي لكم الى 18. اذا بما انه عنده 18 ذره كربون وعنده اربع روابط مضاعفه واول رابطه في سته، هذا كي نحب نكتبوه شوفوا كيفاش نكتبوا الصيغه النصف مفصله نتاعو. طلعوا شويه الصبور دقيقه. اذا هذا او كتابته الصيغه النصف مفصله هو سي واش، ومن بعد يجيك هنايا سي اش 2. شحال من مره هنايا باش نروحوا للسي اش؟ اربع مرات. هنايا سته، اللي يدير خمسه انا سته نعم. الكاي اللي داروا هنايا خمسه، خمسه والواحد سته، شحال تولي هنا؟ تولي سبعه، هذا خطا. سبعه هنايا سبعه اربعه، اذا اربعه باش نقولوا واحد وربعه خمسه، هذه تولي سته، اذا هذه سته ومن بعد هذه سبعه ومن بعد هذه ثمانيه ومن بعد قال لك في تسعه، اذا هاي لك تسعه ومن بعد قال لك وين؟ في 12 على ما اظن. انا نهبطوا نشوفوا دقيقه. نعم في 12، اذا باش ما نغلطوش اذا 19 من بعد هنايا سي اش 2 ومن بعد سي اش رابطه سي اش ومن بعد عندكم مازلت عندكم سي اش 2 ومن بعد سي اش رابطه سي اش. شحال من رابطه درناها هنايا؟ ايوا درنا اربعه. دوك الان دوك الان هذه 15 16، اذا واش بقات له؟ بقات لكم سي اش 2 سي اش 3. اي ما كفتنيش الصبورة هنايا، بصح كاينين بزاف واش تشوفهم؟ شوفهم اللي يكتبوا هكذا سي اش 2 سي اش 3. معليش انا كتبت 3 انا كتبت هكذا، بصح عنده اختصار ولا ما عندوش؟ عنده ايوا. لاحظوا انه هذه سي اش سي اش سي اش 2 ومن بعد عندكم سي اش سي اش سي اش 2 سي اش سي اش سي اش 2 سي اش سي اش سي اش 2. تكررت من مرة تكررت مرة 4 3 4. اذا انا ما نخليش مكتوب هكذا، لازم يكون مكتوب مليح. اذا نكتبوا سي عفوا قلم سي واش ومن بعد نكتبوا سي اش 2 4 مرات ومن بعد نكتب سي اش رابطة سي اش ومن بعد سي اش 2. هذه اللي راح يتكرر لي، شحال تكررت من مرة؟ أربع مرات. وبعد واش يجيك؟ يجيك سي اش 3. لاحظوا الفرق سي اش 3، لاحظوا الفرق بين هذاك وهذا، شكون اللي خير؟ الأولى ولا الثانية هذه كتبناها دوك الآن؟ الثانية. إذا اكتبوا بهذه الصيغة أحسن، هذه الصيغة أحسن. فقط في الأكسدة لا الأكسدة باش ما تغلطوش، باش نشوفوا دوك الآن في الأكسدة واش كل اللي يعطيكم نعرفوا إكس ونعرفوا أ، لا نخدموا بالأولى، نخدموا بهذه الأولى خير، بهذه خير،
علاش؟ باش دوكا هذا لو كانت اكسدو يتخلط لكم، لكن بالاولى كاين اكسدو بهذه هذه، بعد شوفوا وين تاكسد لكم، شوفوا وين تاكسد لكم، شوفوا وين تاكسد لكم. اذا واش يعطي لكم؟ يعطي لكم سي اش 2 سي او اش سي او اش، كاينه مره زوج ثلاثه، وبالفعل هاي عطاها لكم ثلاث مرات، هو عطاها لكم في التمرين، عطا لكم هذه، تبعوا معايا هاي نكتبها، نعاود نرجعوا للاكسده نتاعنا هاي، شوفوا واش عطا لكم هنا، عطا لكم هذا يتكرر، شحال يتكرر من مره؟ ثلاث مرات. اذا وبالفعل هاو اللي كيتكرر ثلاث مرات. زيد ومن بعد عطا لكم سي واش، سي واش ثنائي الوظيفه، وهنا عطا لكم اكس، وراه ثنائي الوظيفه الاخر من غير هذا والله. خلينا نشوفوا دقيقه الاخراني، دقيقه نكتبه في صفحه ونكتبه وحده خير. كتب لنا هذا الشكل اللي هو سي واش، بعد سي اش 2 4 مرات، بعد سي اش رابطه، سي اش سي اش 2. كي تشوفوني كملت الروابط المضاعفه قول لي الشيخ خلاص كملته، سيرونا نفوتوا من هي. ومن بعد سي اش كاين ربعه، اي كاين ربعه، نعم سي اش رابطه مضاعفه نورمال مو كاينه واحده زوج ثلاث، انا كملتهم هذه هي المخدو ربعه خلاص، هذه هي الاخيره سي اش 2 سي اش 3. شوفوا الان كاين اكس 2، كاين اكس 2 تكسر هذه الرابطه، تكسر هذه الرابطه او تتاكسد، ما نقولوش تكسر، تاكسد هذه الرابطه. شوفوا واش يعطينا، يعطينا هذا الاولاني اللي هو سي اش 3 سي اش 2 سي او او سي واش. وكان نرجع قال لكم هذا هو ا، والله لا لا هاوليك هذا هو ا طرفي. اذا الا واش يمثلنا؟ هذا يمثل لنا ا زائد، لاحظوا هذا شحال راح يتكرر من مره؟ ثلاث مرات، ثلاث مرات. اذا اي والله، اذا هذه سي او او اش وسي اش 2 سي او او اش قال لك تتكرر ثلاث مرات. وبالفعل لو نرجع للسؤال تاعي هاوليك يتكرر اللي هو هذا، او عطى لكم يتكرر. واش بقى لي؟ بقى لي اكس، اكس هذا يكون اللي هو بقى لكم هذا، هذا يمثل اكس. اذا هذا اللي هو زائد اللي هو ثنائي الوظيفه الحمضيه، وهنا واش يمثل؟ اربعه، وهذا سي واش. اذا هذا عطاه لكم، وهذا قال لكم ا، وهذا قال لكم يمثل لكم اكس. هنا لقينا اكس ولقينا ا ولقينا الصيغه نتاع الحمض الدهني، صعيب هذا باش توجدوه؟ لا 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 أستاذ. لكن شفت اسئله وشفت كاين اللي راسلوا وما فهموش وتلفت لهم الى اخره، بما اعطى لكم كل المعطيات، كل شيء كان موجود امامكم، نخدموا كاننا رانا في الاحماض الدهنيه عادي. دوك الان هاكم عرفتوا ا واش يمثل، وعرفتوا اكس، خلاص اكس هذا نحتاجه غير مع الاخر، دوك ما نزيدش نشوفه حتى مع الاخر، هذا من بعد نحتاجه في البلمر. اما المركب ا هو اللي راح يدير عليه سلسله التفاعلات. لو كان نروحوا للسؤال الثاني، قال لك للحصول على المونيمير ايغريك نجري على المركب ا، ا هذا اللي هو هذا احادي الوظيفه الحمضيه اللي هو حمض كربوكسيلي، قال لك نجري عليه سلسلة التفاعلات. نقرأ سلسلة التفاعلات مع بعض بسرعة. حمض كربوكسيلي نفعله مع بي سي ال 5، ما نوع التفاعل هنا؟ هلجانة، هلجانة سيانة. آه لا لا الهلجانة، هلجانة الأحماض الحمضية. عندك وظيفة حمضية نفعلها مع بي سي ال 5 يولي لك كلوريد الأصيل، هنا يولي لك كلوريد الأصيل. كان عندك سي اش 3 سي اش 2 سي واش، كينفعلوا مع بي سي ال سي واش، نحل او اش وتجي سي ال. اذا هذا تفاعل سي ال هو هلجنة، يعطي لك ماذا؟ هلجنة كلوريد الاسيل. كلوريد الاسيل نفعله مع سي، ما نعرفوش شكون سي بوجود احماض لويس. شكون اللي فعلناه مع سي ويعطيكم بوجود احماض لويس؟ بنزل. اصبر، لا لا ما نقولوش البنزل، نقول المركبات الاروماتيه باش ما نغلطوش. هاي والله هنا لو كان ماهوش البنزن يعطي لكم التوجيه هنا ولا ما يعطيكمش في المركب دي؟ صح هنا ما عطاكمش، هنا هو ما وجهكش في المركب دي، لكن شوفوا كي نكملوا نمشوا من بعد. المركب دي زاد فعله مع المركب بي اللي هو هذا، صح هنا واش قال لكم؟ باش تشوفوا الفرق بين هذا التفاعل وتشوفوا الفرق بين هذا التفاعل. هنا كي كانت كاينه مجموعه موجهه
وقال لك التوجيه. هنا كي ما عندكش كامل المجموعة المواجهة ما عطالكش توجيه، إذا الفرق بين السي والبي، السي بنزن والبي صح مركب أروماتي لكن فيه مجموعة موجهة. إذا هنا هذه كذلك كانوا بزاف تلاميذ سألوا حصلوا في المركب سي ما عرفوش وش يمثل سي، لكن كي تقرأ سي أحمد لويس أكيد مركب أروماتي، لكن لو كان هنا المركب الأروماتي فيه مثلا مجموعة موجهة رح يوجهك هنا يقول لك أورثو باراميتا، بما أنه ما كاش مجموعة موجهة ما وجهكش. إذن كي يكون ما كاش مجموعة موجهة وش يبقى لكم؟ يبقى لكم غير البنزن. ولاحظوا كذلك قلنا في التفاعل اللي بعده هنا المركب دي زاد له البي، إذن البي دي معناها في الدي كاين مجموعة موجهة، بما أنه في الدي كاين مجموعة موجهة إذن هاو قال لكم ميتا. ونمشوا التوجيهات ميتا. آي والله نبدأ نكتبوا التفاعلات تاعنا بالعقل، بما أنه واضح المركب أ نعرفه، هذا نكتبوا أ وش يمثلكم؟ يمثلكم حمض سياج تروى سيري سياج دو سيواش. وليك المركب أ. المركب بي كي نفعله مع المركب أ كي نفعله مع بي سي ال 5 يخي قلنا الأو أش وش يجي في بلاصتها؟ سي ال اللي هو تفاعل قلنا الهلجنة. إذا الهلجنة سي أش 3 سي أش 2 سي أو سي ال، هذا هو سي ال بي. المركب بي نزيدوا له قلنا المركب سي وش يمثل لكم السي هنايا؟ مثل البنزن. بنزن مركب سي يمثل البنزين. أما المركب دي بما أنه عندكم بي وعندكم سي إذن وشنو؟ إخي قلنا تتنحى سي ال مع الأش يعطيكم الأش سي تفاعل استبدال. اللي هو تفاعل استبدال جيد ويعطينا سيتون هنا واللي يعني سيتون دو سي أش تروى هي زائد الأش سي ال ما نكتبوهاش ما نكتبوهاش خلاص. هذا المركب دي. المركب دي نزيد نعامله مع من او نفاعله مع المركب بي اللي هو كلوريد الاصيل وقال لكم ميتا. الميتا توما وين جات؟ معنى ذي كذلك تفاعل الاسيله هنا هنا بكلوريد الاصيل، اذا وين يجي؟ يجي في الموقع ميتا. اذا المركب ميتا هو يجي بهذا الشكل هنا سي او سي اش 2 سي اش 3 والميتا تاعنا نكتبوها مليحه اللي هي سي او سي اش 2 سي اش 3. قلنا ميتا ما قلناش بارا، دوك تصيبهم كاتبينهم في ميتا ومن بعد يرجعها وحده في الموقع بارا وهذا خطا، هذا خطا. اذا هذا هو المركب او. المركب او بوجود زد ان والاش سي ال يعطيك اف. ارجع كليمانس. بما انه عندكم هنا وظيفه سيتونيه وهنا سيتونيه اذا المركب تعطي الكام. يولي هذيك سي او تولي سي اش 2 معناها تولي عند سي اش 2 سي اش 2 سي اش 2 اش 3 سي اش 3 سي هنايا سي اش 2 سي اش 2 سي اش 3 سي اش 3 فعلوا في زوج خلاص. هذا دوك الان مركب اف نروحوا ناكسدوه بالكامانوكات وحمض الكبريت معناها عنده سلاسل جانبيه. اي والله واش يولي عندك؟ نعم يولي عندك وظيفه حمضيه هنا ووظيفه حمضيه هنا زائد السي او 2 زائد الماء وتوازنوها بصح هذه ما نحتاجوهاش. شو المركب اللي هو جي خلاص هذا مكان. دوك الان المركب جي يفاعلوا مع من؟ مع اس او سي ال 2 مرتين زوج مرات. عندكم وظيفه حمض، شوفوا شوفوا الفرق بين مع بي سي ال 5 كانت عندكم غير وظيفه حمضيه زدنا لها بي سي ال 5 هلجنه تفاعلت هذه، دوك الان عندكم وظيفتين حمضيتين زدنا لهم. اي والله اللي هو تفاعل هلجنه راح يعطينا المركب اش اللي هو هنا تولي عندكم سي او سي ال سي ال كذلك سي او سي ال زائد ال 2 اش سي ال زائد 2 سي او 2 هذه اوف من هنا ما كتبناهاش، احنا يهمنا غير المركبات الاساسيه. هذا هو المركب اش. المركب اش فعلوا مع زوج ان اش 3 نذكركم فقط اللي هو درنا ار سي او سي ال وزدنا له الان اش 3 واش قلنا عليه؟
قلنا هذا التفاعل أمين. تفاعل تحضير الأميدات. جيد، أنه هنا CL مع الأر. هاي والله. والآن بعد يولي عندك R CO هذا عبارة عن أميد. إذن هذا التفاعل اللي هو تفاعل الأش مع اثنين أن أشتر. وعلاش درنا اثنين؟ لأنه ما تنساوش عندك وظيفتين. إذن هنا يا معناها يعطينا زوج أماكن لوظيفتي الأميد. إذن يعطينا المركب إيه اللي هو هذا المركب. تولي عندكم هنا يا سي أو أن أشتين، وهنا يا سي أو أن أشتين. كذلك قرينا الأميدات ودرنا تفاعل إرجاع الأميدات. إرجاع الأميدات وش تعطينا؟ تعطينا أميدات. أمين. معناها وقلنا إذن المركب إيجراك اللي رانا حابين نوصلوا له أنه هذه الوظيفة سي أو وهذه الوظيفة سي أو ترجع تولي سي أش اثنين. معناها يولي عندك المركب اللي رانا نبحثوا عليه إيجراك ها وراه، وهنا يتولي عندكم سي اش اثنين ان اش دو، وهنا يا سي اش اثنين ان اش دو. هنا لقينا ايغراك وعدنا اكس، هذوك هما اللي راح نخدموا بهم تفاعل البالمره. قال لك جد الصيغ نسم مفصله، هنا وجدناها. شكون اللي جاتو صعيبه هذه في ايجاده؟ صعيبه هذه؟ لا استاذ. كي تكونوا تقراوا نص التمرين وتقراوا واش يقصدوا به واش يقصدوا به واش، وتركزوا مليح باش ما يضيعوكمش. اغلب التلاميذ شفتهم ماشي منكم ولا من غيركم في الاوراق اللي بحثوهم ولا الاسئله اللي راسلوني ما عرفوش سي، وربما راكم لاحظتوا التعليقات تاعهم واش يمثل سي واش يمثل كذا الى اخره. هانا جبدنا المركبات، نواصلوا قراءه التمرين. قال لك تفاعل مركب دي 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 تاعنا هو دي وش ها وراه يمثل ها وراه شفاو عليك سيتون قال لك دي فيضان. روحوا نكتبوا دي نتاعنا ها وليك دي اللي هو عندكم سي او سي سي او دو سي اش 3 سي اش 3 هذا هو المركب دي. قال لك نفعلوه مع الاش 2 بوجود النيكل لأنك كحول ثاني إرجاع السيتونات. هذا تفاعل إرجاع السيتونات يعطي لك كحول. لا لا هذا سيتون ثانوي. السيتونات وش يعطي لكم؟ كحول ثانوي. جيد كحول ثانوي. إذن هذا المركب جي هو كحول ثانوي. نزع المركب جي بوجود الألومي كذا يعطي المركب كا اللي هو ألسن. بالمرة المركب كا تعطي البوليمير بي. شوفوا نكمل، ما قالكش اكتب لي صيغة دي لا، وإنما قالك اكتب التفاعلات المؤدية إلى جي وكا والبوليمير بس. إذن نواصلوا. إذن روحوا نبدأ ونكتبوا كا فاصل، معناها نبدأ من الكا مدي هذا. إذن الدي وش عندكم؟ نعم. هذا بوجود قال لك الاش اثنين نيكل. النيكل الان اي هذا تفاعل ارجاع. ارجاع هذا عبارة عن سيتون، وش قلنا يعطينا؟ يعطينا كحول ثاني. اذا ها لك سي اش دو سي اش تروى خلاص. هذا ذوك الان قال لك ننزعوا له الماء. اذا هذا المركب سماه لكم جي. إذا المركب جي نعاود نكتب التفاعل هنا. إذا المركب جي ننزع له الماء بوجود الألومين، وش يعطينا؟ يعطينا ألسن. إذا بوجود ألسن اثنين أو تروا و 350 درجة تبقوا اسمعوا ما تديروش فوضى. هنا الـ OH مع هذه الـ H وتشكلكم الرابطة المضاعفة. إذا مضاعفة دقيقة نكتبوه مليح. يعطينا هنا يا سي اش رابطة مضاعفة سي اش ومن بعد سي اش تروى زائد تروى زائد الماء. هنا نكتبوا هذون. هذا هو المركب كا. قال لك بالمرة المركب كا هذا كان دور تفاعل بالمرة. هنا ما عادي نبدأ بالبنزين ولا نبدأ بالجهري من هي مشي مشكل. نكتبوا سي اش وعندكم هنا يا هاي لك الحلقة بنزين، وهنا عندكم رابطة. هنا قلنا باش ما نغلطوش نكتبوا الجذور إلى الأسفل أو الأعلى
هاولي. إذن هنا رايحة تفتح الرابطة وتولي عندكم CH CH. هنا عندكم البنزين هاوليك بنزين. عندكم CH ذروة ونكتبوا N خلاص N. هذا هو المركب M وليس K عفوا K أنا درتو K. إذن هذا M وهذا المركب K. ها نكتبنا التفاعلات اللي جابت لنا المركب جي واللي اعطتنا كذلك المركب كا واللي اعطتنا البوليمر ام. ما نوع البالمره هنا؟ بالضم. بالضم باينه بالضم خلاص لانه هذا عباره عن ألسن وتكسرت الرابطه. رابطه. ما نوع التماكب في المركب جي؟ جي ثانوي. وكحول كحول ثانوي معنى تماكب فراغي ضوئي فراغي. والله إذن مثل ضوئي اللي هو مثل حسب إسقاط فيشر معناها عنده بما أنه عنده ذرة كربون كيرالية وقال لك إسقاط معناها باين باللي عنده كيرالية. نبدأ بالترقيم اللي هو منا واحد اثنين وبعد ثلاثة ونروحوا لتحت. إذن سي أش ثلاثة والكربون الثالث هو اللي عنده ذرة كربون كيرالية. إذن سي كيرالية ثلاثة سي أش اثنين ومن بعد عندكم سي بهذا الشكل. إذن وش نكتبو؟ نكتبو الأو أش من هنا ونكتبو الأش من هي ونكملو الحلقة البنزين. حلقة البنزين نكتبها سي ستة أش خمسة. صورة في المرآة وش تولي عندكم؟ سي أش ثلاثة سي أش دو سي أش وهي سي ستة أش خمسة والأو أش كانت في اليمين تولي في اليسار والأش كانت في اليسار تولي في اليمين. بلا ما قالكش بين لي الدي والآل أنا أكتبهم كيما هكذا راني صحيح لكن الأخطاء اللي شفتهم من البعض يروح يهبط لي الأش هنايا والسي ستة أش خمسة يكتبها الفوق خي قلنا نكتبهم بالترتيب. ذرة كربون رقم واحد أستاذ. نعم أستاذ ولا والنجمة عادي هنا شوفي مادام بينت هنا يا هاوليك ذرة الكربون هذه يعني بينت بالنسبة لـ OH وبالنسبة لـ H باينة باللي هذه هي الكربون الكيرالية بلا ما نكتبها لها باينة. قلت لك هنا درت لك H H C H لا بينت لك غير هذه. إذا بما أنه بينت لك هذه إذا هذه ندير عليها إيطوال. هذا الجزء الأول. روحوا الآخر لا نقطة اللي هو البلمرة. البلمرة واش قال لكم هنايا؟ قال لكم بلمرة المركب اكس ان شاء الله تكسبوا سيارة اخر من هذه بصح ان شاء الله. اصبر هذه هذه كاش ايركات والله كاش دوسوكات. اذا قال لك بلمرة المركب اكس زائد المركب ايكراك تعطي البوليمر بي او بصفة عامة بها ما كتبوش هكذا نكتبو هكذا نكتبو بي ما يمنيش وش زايد هنا يا. اكتب تفاعل البلمرة مبين النوع البلمرة الحادث. احنا المركب اكس راهو عندنا اكس ها وراه اللي هو سي او او اش سي اش اثنين اربع مرات سي او اش. المركب ايكراك وجدناه مقبيل اذا مانيش غلط هو سي اش دو ان اش اثنين وهنايا سي اش دو ان اش اثنين. هذا هو مولا مانيش غلط فيهم هذا هو ما. اذا تفاعل البلمرة احنا هذا الخط نحركه شويه باش تكفينا الصبوره دقيقه. اذا نجو منا نكتبوا المركب اكس نكتبوا اكس هو الاولاني والله ايكراك هو الاولاني ما عنديش اشكال لا اشكال في ذلك. اذا هو سي واش هذا ان مره سي اش دو قلنا اربع مرات وهنايا سيو اش. نحركوا كذلك هذه السيارة نمدوها لما الأكرم أكرم هاي السيارة. إذا ونواصلوا. إذا الآن الحلقة الأروماتية نقلبها باش ما نغلطوش. إذا هاوليك إذا هنا عندكم الوظيفة اللي هي سي اش دو وهنايا الآن اش اثنين وهنا في الموقع ميتا سي اش دو أش اثنين. إذا نكتب الناتج في الأسفل هنا كيفاش يتم يخي قلنا دائما بما أنه هذا البولي أميدات معناها الوظيفة الأو أش مع الوظيفة الأن أش اثنين يتنزع الأش هنايا
هنا هي الاش مع اللي امامه وهنا الاو اش مع اللي قبله. اذا كي نحب نكتب هذا الصفه او صيغه تاع البوليمير معناها تبقى لكم باش ما نغلطوش سي او سي اش دو. وبزاف اللي غلطوا حتى في حساب الكتله الموليه تاع المونيمير ودائما نركزوا عليها ونقول لكم حذاري في الكتابة تاع المونيمير لأنه الحساب الكتلة المولية تخطأكم لو كان ما تكتبوش بطريقة صحيحة معناها الكتلة المولية تاعك تغلط فيها. إذا سي اش 2 وهنا هي الان اش ورابطة ان واش نحينا نحينا ام اش 2 او هايك. إذا هذا هو البوليمير بي بصفة عامة هانا كتبناه. ما نوع البالمرة هنا؟ شوفوا درنا لكم تمرين هنا يا أنه فيه بالمرتين البالمرة بالضم والبالمرة بالتكاثف. هذا التمرين مليح طويل ماشي طويل بزاف والله لكن كمراجعة دوك لو كان شوفوا رانا قصرنا وكنا نجاوبوا بالعقل تشوفوا التوقيت نتقول واحنا باللي ما ضيعناش فيه وقت وإنما كنا نفسره ونشرحه. إذا هذا البالمرة نوعه بالتكاثف. مثل مقطع وسطي يتكون من وحدتين بنائيتين. نروح نفتح صفحة ونمثل المقطع باش تكفينا الصبورة. إذا بدينا بالسي أو ليبدأ بالحلقة العطرية عادي ما كان حتى مشكلة مشي معنا كي يقول أستاذ بديتنا بكذا لا. إذا سي أو سي أش دو أربع مرات ومن بعد هنا يجيكم سي أو ومن بعد يجيكم هنا الآن أش يجيكم الحلقة العطرية ان اش دوك تطلع اطلع ما كاين حتى مشكل هاوليك سي او ومن بعد سي اش اربع مرات ومن بعد سي او ومن بعد واش يجيكم يجيكم الان اش ومن بعد تجيكم الحلقه ماذا العطريه ومن بعد هنا تجيكم الان اش رابطه نقاط استاذ. نقاط نعم استاذي خي كاين سي اش 2 ومن بعد نعم نعم خلاص 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 تفكرت هذا وين تبعت هذا وين انتبهت ها خلاص هاي اللي هي كاين سي اش 2 مازال ما شربناش قهوه على هذيك راه الواحد مازال دايخ. اذا سي اش 2 هي الان عشان نسقموها مليح باش تكون واضحه هاي انا نحذفو باش كامل يفهم ان اش زيد هنايا الان اش وسي اش دو سي اش دو والان اش من هي كتبناها صحيحه اصبر نرجعوا من كتبناها صحيحه هايلك سي اش دو هايلك سي اش دو غير هنايا هايا معليش. اذا هاوليك هانا كتبنا مقطع يتكون من وحدتين هاي حتى اللي هنا هذه الوحده الاولى ومن بعد منها حتى اللي هنا هذه الوحده الثانيه هذه الاولى وهذه الثانيه واضح. روحوا لاخر سؤال احسب درجة بالمرته إذا كانت ماذا إذا كانت ندوها معنا من هي هذه ها راح نحطوها هنا يا. هاي قال لك احسب درجة بالمرته إذا كانت الكتلة المولية لمن تاع المتوسط البوليمير تساوي لكم كذا. احنا نعرف أنه درجة البالمرة تساوي الكتلة المولية تاع البوليمير على الكتلة المولية البوليمير. هذا هو القانون. الكتلة المولية تاع البوليمير أعطاها لك الكتلة المولية تاع المونيمير ما أعطاها لكش. إذا نروحوا شنو نحسبوا الكتلة حساب تاع المونيمير. شوفوا واش تدوا لو نرجعوا هنا في البداية ندوا اللي تكون بين حاضنتين أو نجوا هنايا هذا مونيمير واش قلنا هذا واش قلنا قلنا هذا مونيمير. إذا تروحوا تحسبوا غير هذا هذا نحسبه واحد منهم ندوا هذا ونحسبه. هنا باش ما تغلطوش دائما أقولها وأكررها لازم تروح تشوف شحال عندك من كربون معناها وشحال عندك من هيدروجين وشحال عندك من أكسجين شحال عندك من أكسجين أزوت خلاص الأزوت نبدأ سهلين. الأزوت عندك زوج عندك واحد هنا وواحد هنا إذن هامليك. الأكسجين عندك كذلك زوج روحوا دوكا الآن الكربون والهيدروجين نبدأ نحسبوا بالعقلة باش ما نغلطوش. إذن تبعوا معي ندير بالأصفر نتاع الهيدروجين والكربون نديرهم بلون آخر. إذن عندكم هنا هيدروجين وعندكم هنايا زوج شحال ولاو ولاو ثلاثة هكذا عندكم هنايا أربعة خمسة ستة سبعة سبعة ونزيدو لهم هذون الزوج شحال ولاو تسعة تسعة ونزيدو لهم هذي تسعة شحال ولاو عشرة ومن بعد هنايا عندكم ربعة في اثنين
معناها 8 10 و 8 شحال ولاو 18 اذا نكتبوا 18 هايديك ورانا حسبناها بالحساب التقليدي تاع العجائز كما قلنا ربي يحفظنا جداتنا نروحوا دوك الان لما نروحوا للكربون الكربون نديروا باللون الازرق الكربون عندكم هنايا وحده وهنايا وحده وهنايا عندكم اربعه صافي شحال ولاو عندي هنايا ولاو عندي سته هاك سته وعندكم سته تاع الحلقه شحال ولاو 12 ومن بعد ومازال لكم واحد منا ومازال لكم واحد منا معناها 14 كتبنا الصيغه المجمله ما كتبناهاش اذا هذا هو المونيمر اذا دوك ولا سهل معناها نديروا 14 في 12 في 18 زائد 18 زائد 32 تاع الاكسجين زائد 2 زائد 28 تاع الازوت اذا هذا شحال تصيب الكتله الموليه تاعو 246 غرام غرام بارمون هذا هو المونيمر خلاص عندكم كل شيء دوك الان تطبيق عددي ان عددي اللي هو 49000 ولا 497000 497000 و 400 نقسموها على 246 شحال صبت 46 صبتوها باك 2000 ايوا اصبر دقيقه ها كاع فطونتو كي قلنا باك باك 2022 ان شاء الله استاذ الزوج وين راحت دبيل فا دبيل فا كتبتها دبيل فا أبو أكتبه وللأستاذ خلاص لا 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 وكل شاف لا لا دبيل فا هاي فاتت نفول وش نفولكم نفولكم باليسرى العام كما ذاك العام ما ندخلوش في هذه الأمورات إحنا لا بإذن الله عدنا ثقة فيك تنجحوا في تنجحوا وتقرأوا وتشرفونا بإذن الله غير كونوا في هاي ليك نكتبها نكتبها بالخط العريض هاي ليك ها وباللون وش من لون باللون الاسود معليش اصفر هاي ليك نديرو لها كابتير هاي ليك هاكا شي القلب بزاف لا لا باش نتوما ثاني ديروا القلب بزاف كبير او فطنها هذا وين يتكلم اكرم معليش اليوم خدمنا غير التمرين هذا بزاف عليكم غدوه صباح ان شاء الله نزيدو نفطنوا بكري ونحلوا التمرين الثاني ونزيدو نحلوا التمرين الثالث ان شاء الله هكذا ان شاء الله شكون اللي عنده سؤال شكون اللي عنده سؤال صافي ما عندكمش سؤال